جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تعليم الأجنبيات للقرآن أو الحديث علما بأنهن لا يحتجبن عن المعلم بل ينظر إليهن وينظرن إليه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن النساء يعلمهن نساء من جنسهن، فإن تطلب الأمر تعليم الرجل للنساء لعدم وجود معلمات فليكن ذلك من وراء الحجاب، وذلك لأجل الأمن من الفتنة عليه وعليهن. وما دام له رغبة في الإسلام وتعلم القرآن الكريم فإنهن يقبلن الإرشاد والتوجيه ويبين لهن أن الحجاب واجب على المسلمات.